شكرا للزميلة العنود الصوري من مركز الأخبار اللي قدمت لنا أهم الأخبار المحلية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات. مستمرين معاكم مشاهدينا في فقراتنا. ومرض الالتهاب الرئوي يؤثر على ما يقارب من 500 مليون شخص حول العالم، وهو حالة خطيرة ومميتة. لذلك فمن الضروري فهم الأعراض وإدراك كذلك العلاجات وخيارات العلاج، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وكثرة الأمراض التي تصيب الجهاز التنفسي والصدري. حول هذا المرض، أعراضه وطرق علاجه، يسعدنا نرحب معاكم مشاهدينا بالدكتورة هالة محمد السماحة، استشاري الأمراض الصدرية في مستشفى القاسمي وأستاذ مساعد الأمراض الصدرية بجامعة المنصورة. ويسعد صباحك دكتورة. صباح الخير، يسعد صباح حضرتك، أخباركم إيه؟ يسعد صباح المشاهدين، نورتينا اليوم. الله يخليك، ربنا يكرمك. الله يسلمك ويعافيك. في البداية لو نعرف المشاهدين ما هو مرض الالتهاب الرئوي. الجهاز التنفسي من أهم الأجهزة الموجودة في جسم الإنسان. الجهاز التنفسي جهاز مهم جدا، لأنه بيمد الإنسان بالأكسجين ومسؤول عن عملية تبادل الغازات. نعم. الجهاز التنفسي بيبدأ من الأنف، وبعد الأنف ندخل على البلعوم والحنجرة، وبعد كده القصبة الهوائية، وبعد كده تنقسم إلى قصيبات صغيرة وتنتهي بالحويصلات الهوائية. نعم. عند هذه الحويصلات الهوائية بيتم عملية تبادل الغازات، تبادل الأكسجين. الجسم بياخد الأكسجين وبيطرد ثاني أكسيد الكربون وبقية الغازات الضارة. مرض الالتهاب الرئوي اللي بنسميه ذات الرئة. نعم. أو اللي هو النمونيا، ده بيحصل التهاب على مستوى الحويصلات الهوائية. نعم. وله أسباب عديدة، منها التهابات بكتيرية، منها التهابات فطرية، منها التهابات فيروسية، وبيصيب العديد، وبتكون خطورة بتاعته في الإكستريم بتاع الإيدج، في الأطفال الصغيرين قوي أو في كبار السن. نعم. أو تكون المشكلة في مريض بيكون عنده خلل في جهاز المناعة. نعم، يعني ممكن لأي مرض أن يسبب التهاب في الرئة دكتورة؟ ممكن أمراض أو بعض الأدوية أو بعض العلاجات اللي تساعد في فرصة حدوث الالتهاب الرئوي لهذا المريض. نتكلم وسلط الضوء شوي دكتورة هالة على أعراض هذا المرض، شو اللي يحس فيه المريض واللي من خلال هذه الأعراض تدل على وجود التهاب في الرئة؟ الأعراض كلها بتبقى متشابهة مع بعضها، بيكون في ارتفاع في درجة الحرارة، بيكون في سعال. نعم. ممكن سعال يجيب بلغم أو سعال يكون جاف. ممكن يكون في ألم في الصدر، ممكن كمان يكون في ضيق في النفس، زيادة في ضربات القلب، آلام في المفاصل كلها نتيجة ارتفاع الحرارة. نعم. اللي بيعنيني بالذكر أن زي ما قلت لحضرتك عندي اثنين جروب مهمة جدا، مجموعتين مهمين جدا من المرضى، اللي هم صغار السن وكبار السن. كبار السن اللي هم بيبقى الايدج بتاعهم فوق ال 65 سنة. نعم. صغار السن الأطفال اللي هم تحت 6 سنين. نعم. لأن في هذا الإكستريم بتاع الإيدج ده بيكون المناعة أوريدي ضعيفة، فما بتقدرش تقاوم. بجانب المرضى اللي بيبقى عنده مشكلة، سواء كان السكر مش متظبط، أو بيكون مريض القلب، أو مريض الكلى، أو مريض الكبد، أو المريض اللي بيبقى فيه عنده خلل في الجهاز المناعي بسبب أورام متزمية أو أمراض متزمية وبياخد لها علاجات زي الكورتيزون أو علاجات. نعم. مثبتة للمناعة. أو المريض بتاع الأورام السرطانية لا قدر. نعم. الله، ده برضو لأنه بياخد أدوية مثبتة فبيكون المناعة بتاعته ضعيفة. أو المريض اللي بيكون عنده خلل في عملية البلع، اللي هم كبار السن اللي هو بيكون عنده خلل، سواء كان عنده جلطة قديمة وعاملة مؤثرة على البلع، فبيبقى سهلة قوي الإفرازات بتاعت البلع دي تنزل على الرئتين وتسبب التهاب رئوي. نعم دكتورة هالة، ذكرتي مجموعة من المشاكل الصحية أو خلينا نقول الأمراض اللي ممكن أن تزيد من التهاب في الرئة. كيف ممكن لهذا المريض أنه يتجنب الالتهابات الموجودة في الرئة؟ هقول لحضرتك، هو عشان تتجنبي قصة هذا الالتهاب، سواء كل الناس لازم نحافظ على الهاند هايجين، غسل الإيدين بالماء والصابون. حلو. النظافة، النظافة التامة دي حاجة مهمة جدا. صحيح. أثناء أن أنا ما يكون عندي دور برد، أحاول أن أنا، لأنه المرض ده بينتقل عن طريق العدوى، العدوى التنفسية، لما يكون عندي دور برد أحاول أن أنا ألبس ماسك، ما حاولش ان انا اتواجد في الاماكن الضيقه، اكون الاماكن جيده التهويه، اخد راحه، ارتاح، اشرب سوائل دافيه كتير، احاول ابعد عن المرضى اللي انا ممكن انقل لهم المرض ده بسهوله. نعم.
ده رقم واحد. رقم اثنين، في بعض الامراض بالذات المرضى اللي هم بتوع الجهاز التنفسي والحالات اللي انا ذكرتها لحضرتك دي بنديهم لقاحات، زي مثلا موسم الانفلونزا اول ما بندي موسم لقاح للانفلونزا عشان نقي من ادوار الانفلونزا. نعم. في لقاحات للالتهاب الرئوي، بعضها ممكن بيتاخد، بعض اللقاحات اللي ممكن تتاخد كل 5 سنين وتقي هؤلاء المرضى اللي هم عرضه دائما للالتهابات المتكرره. نعم. نتابع معك دكتورة مجموعة من الصور أنت اخترتيها لنا وللمشاهدين، ونتكلم عن هذه الصورة دكتورة. هذه الصورة بنشرح فيها الجهاز التنفسي ومكونات الجهاز التنفسي، بداية من الأنف، وإن الأنف إزاي بتبقى محمية سواء كان بالشعيرات أو بالخلايا اللي بتدفق الهواء علشان يدخل وتنقيه من الميكروبات. ندخل بعد كده على القصبة الهوائية اللي بتنقص، ندخل بعد كده على البلعوم، وبعد كده الحنجرة، وبعد كده القصبة الهوائية اللي بتنقسم. طول هذه المجرى بتاع الجهاز التنفسي محمي، محمي بالخلايا المبطنة. نعم. اللي هي تستطيع أنها تطرد الرذاذ وتطرد البكتيريا وتطرد الكلام ده. لكن هذا بيتأثر بعوامل زي التدخين. التدخين أحد الأهم العوامل اللي بتأثر على مناعة الجهاز التنفسي. نعم. لذلك المدخن بيكون عرضة دايما للالتهابات المتكررة. شرب الكحوليات بيأثر برضو على المناعة بتاعة الجهاز التنفسي. فإحنا لما نبعد عن هذه المسببات والعادات السيئة بنحمي الجهاز التنفسي. ينتهي ذلك بالحويصلات الهوائية اللي بيتم عليها عملية تبادل غاز الأكسجين. فدي كانت صورة للجهاز التنفسي ووظيفته. نعم. من أهم الحاجات لما المريض يجيله الأعراض بتاعة الالتهاب الرئوي، نعم، يتوجه للطبيب بتاعه، والطبيب بيقوم بفحص المريض. حلو. وبعد فحص المريض بيكون في علامات الطبيب بيطلبها، وأهم حاجة من هذه العلامات بعد الفحص طلب أشعة سينية. الأشعة السينية منها بنحدد شدة المرض، لأن في درجة من درجات الالتهاب الرئوي ممكن أدي للمريض العلاج وأقول له ارتاح في البيت وخد الراحة وخد السوائل بتاعتك وخد العلاج بتاعك والأمور هتبقى طيبة. وفي بعض الدرجات اللي هتبقى حادة وهيحتاج أن أنا أحجز المريض فيها، وبالذات لو هو مؤثرة على نسبة الأكسجين بالنسبة له. نعم. يعني الأشعة السينية دكتورة تعطيكم نتائج دقيقة حول نتائج المرض؟ مبدئية، نتائج مبدئية بمساعدتها بقدر أقول هذا المريض ممكن، يعني كرايتيريا معينة، خصائص معينة بجمعها. نعم. وبقول هذا المريض ممكن يستجيب للعلاج في البيت، لا هذا المريض محتاج أنه ياخد عناية زيادة سواء كانت في المستشفى أو في العناية المركزة. نعم. في صورة ثانية دكتورة هالة من نتابعها الحين، خبرينا عن هذه الصورة أكثر. هذه الصورة بيتم فيها الحويصلة الهوائية وفيها محاطة بالشريان ومحاطة بالوريد وعملية تبادل غاز ثاني أكسيد الكربون والأكسجين. نعم. ده في الطبيعي. نعم. الصورة اللي هتيجي بعد كده، هي ممكن نشوف الصورة اللي عقبها، هذا الطبيعي صحيح؟ ده الطبيعي، ده هذا هو الطبيعي. شو بالنسبة لهاي الصورة اللي ظهرت من شوي؟ دي كانت صورة لمريض عنده التهاب رئوي في الناحيتين، التهاب رئوي في الناحيتين. فانا اتمنى بس ان احنا نشوف الاول الصورة بتاعت الأشعة العادية. نعم. الأشعة اللي هي دي صورة الأشعة عادية، بني ادم عادي خالص ما فيش فيه مشاكل. دي الاسود اللي في الناحية اليسار ده الرئة. لا نرجع للصورة اللي قبل كده، بس نرجع للصورة لان الدكتورة تبغى تشرح عليها. هي ايوه دي صورة؟ دي اشعه عاديه خالص. دي رئه يمين ورئه يسار وفي النص القلب، وده بني ادم كويس جدا واموره طيبه. كان بس جاي بيشتكي من شويه كحه، فحبينا ان احنا نطمئن عليه ونشوف الدنيا اخبارها ايه. حلو. يعني الشخص اللي يعني يعاني من بعض الاعراض مثل الكحه، صعوبه يمكن في التنفس، على طول تشخصون بالاشعه السينيه ولا هناك في اجراءات ثانيه؟ لا في اجراءات ثانيه بتتم. ما هو أنا قلت حضرتك هي بتبقى مجموعة من الأعراض. نعم. لو هو جاله التهاب حاد، ارتفاع في الحرارة، زيادة في ضربات القلب، كحة، بلغم، لون البلغم متغير، كتمة، وضيق في النفس، متأثر على نسبة الأكسجين، ده في هذا الوضع لا بحط احتماليا يعني في التهاب رئوي. نعم. مرضى الحساسية بتوع الصدر، مرضى السدة الرئوية، المدخنين، بيبقى كل واحد له خصائص معينة. نعم. بتختلف عن التاني. وفي بعد صورة هنا، ده صورة بقى لما بيحصل التهاب، طبعا دي اللي على الناحية اليسار. هي. دي رئة سليمة بيتم فيها عملية الهواء مالي الحويصلات الهوائية. هي. وبيتم فيها عملية تبادل الأكسجين. أول ما بيحصل التهاب رئوي بيملى
الحويصلة بخلايا ومواد نتيجة المعركة اللي بتتم ما بين الميكروب وخلايا الجسم. ممكن يكون فيها مواد صديدية، التهابات بكتيرية، خلايا متعددة، فبيبقى ده منظر الحويصلة. بتبقى الحويصلة مليانة مليانة بإفرازات. دكتورة هلا، ذكرتي قبل شوي أن الأطفال ممكن يتأثرون بشكل كبير مقارنة بالشباب والكبار، حتى الكبار في السن أعتقد لأن مناعتهم ضعيفة. فنتكلم هنا وسلط الضوء على الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالالتهاب في الرئة. الفئة الأكثر عرضة للإصابة زي ما قلت حضرتك هم الأطفال صغار السن وكبار السن. هم دول أكثر الفئة معرضة، واللي هم ذو الاحتياجات الخاصة من الأمراض المعينة، اللي هو عشان كده منظمة الصحة العالمية قالت إن دول أكتر ناس لازم ياخدوا الفاكسين بتاع الإنفلونزا، فالابل الفاكسين بتاع الإنفلونزا، لأن كل ما بيبقى فيه خلل في جهاز المناعة على مستوى الجهاز التنفسي أو على المستوى العام للجسم، ده بيؤدي للإصابة بالالتهاب الرئوي. بالنسبة للخلل في الجهاز التنفسي، مرضى الحساسية، مرضى الأزمة، مرضى السدة الرئوية، تمدد الشعب الهوائية، اللي بيكون عنده مشاكل خلقية في أي حاجة بيبقى ده عرضة له. زي ما قلنا تاني ان هم الناس اللي بتتلقى علاج للكبد، تتلقى علاج للكلى، تتلقى علاج لعضل ضعف في عضلة القلب. او مرضى السكر، او الناس اللي بتاخد ادويه مثبطه للمناعه. الادويه المثبطه للمناعه سواء كانت كورتيزون او الادويه الاخرى اللي بتاخد للعلاج الكيماوي او للعلاج الاشعاعي، كل ده بيقلل من المناعه بتاعه الجسم، فبيسهل ان المريض يكتسب الميكروب ما يقدرش يقاومه، لأن معظمنا عندنا هذه الميكروبات موجودة في الجهاز التنفسي العلوي، فإحنا نستطيع أن احنا ننقل الميكروبات لهؤلاء المرضى. نعم، يعطيك الصحة والعافية دكتورة هالة، شاكرين لك تواجدك معنا اليوم في استديو صباح الشارقة، نورتينا.